في أصعب اللحظة بحكم مرة بحكمكم في مطار أبو ظبي الدولي هذه الدرجة المحلي إلى 7:55 صباحا حسب التوقيت المحلي. براحتكم وسلامتكم نرجو منكم بقاء جالسين في مقعدكم فإبقاء هذه الجسر مربوطة إلى تداخل الطائرة تقوم كليا وتطفى إشارة رب الأحزمة. قبل مغادرتكم الطائرة نرجو التأكد أن الجميع أغراضكم الشخصية موضوعة تحت المقاعد في الخزائن العلوية. يوجد فتح تلك الخزائن حافل لذلك تكون ضيئا عليكم أو على ضيوف الآخرين. إذا كنت تعلم أن سفركم رحلة ثانية يوجد مراجعة تحت تطبيق تحرك الطيران سيكون انتظار هذه الرحلة أسرع تقديم أي مساعدة. يابع قاعدة الطائرة مسلم وتقدم. أشكركم على احترامكم استمتع بحادث الطيران ونقرا في دولة الإمارات العربية المتحدة ونقوم باستعادة بحدكم مع هذا اليوم ونقوم باستفادة مجددا في القريب العاجل. نتمنى لكم إقامة سعيدة هنا في أبو ظبي ورديوكم أن يتمون سفرهم رحلة آمنة. شكرا.